هي بزاف في الاخر، هي بزاف و صافي. الحاله ديالو الدهورات مدينا المستشفى، ماشي مره ماشي جوج، ولكن كي بحال قلتي غير كيتنفس شي شويه وكيعاود يرجع للدار، دوز واحد المده عاوتاني كتدهور الحاله ديالو. اخر مره مشى للمستشفى العسكري، بقى واحد شهر في المستشفى العسكري، كنمشيو كنشوفوه كنهضروا معاه، كيستاجب معانا كيدوي معانا، عاقل على كل شيء، ماشي ما عاقلش. دابا بشي يومين بجبناه للدار، دوينا معاه في النهار فاش يلاه جا دوى معانا عادي. قلت له واش خاصك شي حاجه ولا هذا، كيقول لك لا ما دارني والو الحمد لله بخير. البارح اللي ضليت معاه في العشيه ومع كيدير لاباري ديال الاكسجين، بقيت معاه حاضي معاه وكنسولو تنقولو واش كضرك شي حاجه، تيقول لي لا. واش مخنوق؟ كيقول لي لا. حتى الليل واخر حاجه سولته قلت له واش بغيتي شي حاجه، قال لي واش كاين شي حاجه ناكلها. قلت له اه، مشينا جبنا له عطيناه ما ياكل وخد الدواء ديالو. من موراها بقى التنفس ديالو غادي، وكي بحال كيضيق عليه التنفس، ودقات القلب وصلوا ل 140 وشويه، عاوتاني هبطوا دقات القلب بزاف. وبقينا كنقولوا يمكن راه غادي شويه يتنفس، شويه غادي يتنفس، ما غاديش يبقى داك الخنق اللي فيه مع داير لاباري ديال الاكسجين. حتى وصلت للوحده قال 25 وام الامل ادى امانته. اللهم امين فمكم، الله يرضي عليكم. الا جيتي غير الا تسخرتي لي جبتي لي شي حاجه يقول لك الله يرضي عليك اولدي. الا وقفت قلت ليه بابا واش عرفتيني انا، تيقول لي شكون، تيقول له اسامه، تيقول لي الله يرضي عليك. المغاربه كلهم فقدوا اخويا، عارف عارف عارف، حيت كنت كنتواصل مع الجمهور ديالو بزاف. انا كنت كنتواصل مع الجمهور ديالو بزاف، كانوا كيسولوا عليه بزاف، سواء مريض سواء شويه زعما كيسولوا عليه. في الاخير صافي عيا مسكين، وكيسولوني الناس نقول لهم راه شويه وصافي. شو تقول المغاربه اللي كيحبوه بزاف؟ نقول لهم الاجر ديالهم عند الله، ان الحب اللي خارج من القلب ما غاديش نشكروا عليهم انايا ولا ربي، اللي غادي يجازيهم ويدعوا معاه دعوا معاه، وراه حتى هو كيبغيهم كما هما تيبغيو، راه حتى هو كيبغيهم.